اللي يتابع تحركات القوى الشيعية راح يفهم أنه الإطار التنسيقي سقط بوادي تناقض بعد التنصل عن تفاهمات قد قدمها سابقا للإقليم حتى يضمن ثقل البارتي في تمرير حكومة السوداني. بس الإطار رجع وتنصل آلاف المرات كون هاي المبالغ المرسلة هي عبارة عن سلف، لأن المقرر بالموازنة ما يكفي لسد احتياجات الإقليم، وهذه السلف هي عبارة عن تصفية ما هو معلق في الذمة المالية للمركز، كون الإشارات الدستورية تدعو إلى إلزام الجهات الرقابية العراقية بتصفير الذمة المالية للمركز تجاه إقليم كردستان، والتي تراكمت بعد عدم تسليم إقليم كردستان أي مبلغ مالي يخص رواتب الموظفين. وهاي التسوية كلها كانت خلال مدة محاربة تنظيم داعش الإرهابي. بالمقابل نقدر نقول أنه توقيت هذا القرار يدل على فعل سياسي مغلف بإطار قانوني له دوافع عديدة، منها الحصول على مكاسب سياسية جديدة تخص التصويت على بعض القوانين، ومكاسب سياسية بمفاوضات أخرى تجري بين الحكومتين المركزية وحكومة الإقليم، مع التأكيد أن هاي الجهات الضاغطة هي الجهات اللي ما تريد الخير للعراق. وهذا ما يفرض تفسير يقول أن المشهد السياسي الحالي فرض ثقافة معينة على السوداني حتى ينجبر رئيس الوزراء يساير بعض أطراف الإطار، خصوصا بعد الاستجابة أو عدم الاستجابة الضعيفة لمبادرة البارتي ووساطة الخنجر، لأن الاستقرار النسبي على الصعيدين السياسي والأمني وربما مثل هيجي تصرف قد يعجل بانسحاب الكرد من الحكومة أو من المشهد السياسي، وبالتالي سيضعف من الحكومة الحالية مع بروز أزمات متداخلة تنتج عن فتح ملفات عديدة.